عملية إزالة الأوحال والمركبات التي أدت إلى انسداد الواد، مما أدى إلى انهياره الجزئي، راهي متواصلة. على كل الحصيلة راهي حوالي كاين 25 كما يقولوا حافلة تغمرت بالمياه اللي كانت مركونة في المحطة. كاين 18 مركبة من بينها 11 نفعية و 6 سياحية راهي أدت جلبها المياه واد القنطرة وادها إلى مدخل الواد، مما أدى إلى غلقها خاصة بعد تراكم الأوحال عليها. عملية الامتصاص على مستوى المحطة نتاع المياه راهي متواصلة.